لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن الشيطان إذا عجز أن يحول بين العبد وبين طاعة ربه وعبادته سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده، فإنه يجتهد كل الاجتهاد أن يفسد عليه طاعته وأن يبطل أثرها وأن يضيع ثوابها، وإن استطاع أن يجعلها في ميزان السيئات فعل، وذلك عن طريق الآفات التي تعرض للعامل في عمله. وأشد هذه الآفات خطراً وأعظمها ضرراً هو آفة الرياء، الشرك الخفي، الشرك الأصغر، شرك السرائر كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يشرك العبد في نيته بين الله وبين غيره من خلقه، فيراعي نظر الله ويراعي نظر الخلق معاً. هذا التشريك في النية والعياذ بالله من أشد الآفات فتكاً بالعابدين. إن لآفة الرياء مسالك ومسارب خفية ودقيقة على نفس المرء، فيسيء وهو يظن أنه يحسن، ويبتعد ويظن أنه يقترب، ويسفل ويظن أنه يرتفع من حيث لا يشعر أو من حيث يشعر. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل على الصفا. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما فقال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك، فإنه أخفى من دبيب النمل. ومع خفائه ودقة مسالكه فإنه يأتي على أصل العبادة وغايتها ومبعثها ومقصدها بالإفساد. أصل العبادة هو إخلاص العمل لله عز وجل، لا يكون العمل عبادة إلا إن كان خالصاً لوجه الله الكريم بغض النظر عن صورته وهيئته، لا يكون عبادة أبداً إلا إن ابتغي به وجه الله عز وجل وحده لا شريك له. ولذلك كان الرياء من أبرز سمات المنافقين، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، والرياء جزاؤه النار والعياذ بالله. وهذه تكفي المؤمن أن الرياء جزاؤه النار. قال الله عز وجل: فويل، والويل اسم من أسماء النار، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. فمن راء الناس بعمله فقد أسخط ربه وأحبط أجره وأخزى نفسه وعرض نفسه للهلكة والعياذ بالله. أخوف ما يخاف على المؤمن هي هذه الآفة، لأنه شرك والعياذ بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فقالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة: إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى من كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. اذهبوا إلى من كنتم تراءون في الدنيا فانظروا
هل تجدون عندهم جزاء؟ وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لأجل نظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر أمر المسيح الدجال. تدرون ما المسيح الدجال؟ ما خلق الله عز وجل من فتنة أعظم منها، من فتنة المسيح الدجال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كانت فتنة ولا تكون إلى قيام الساعة أكبر من فتنة المسيح الدجال، وما من نبي إلا وقد حذره أمته. خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر أمر المسيح الدجال، فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيزين صلاته لأجل نظر رجل إليه، والعياذ بالله. فسماه شركا خفيا، وسماه شركا أصغر، وسماه شرك السرائر، وكفى بالشرك قبحا، ومنه تنفيرا وفيه تشديدا أن يسميه رسول الله صلى الله عليه وسلم شركا. هذا الشرك لا يظهر أثره على الحقيقة إلا في اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي سالم من الشرك، في اليوم الذي تبلى فيه السرائر، كما قال الله عز وجل: تبلى فيه السرائر، أي تظهر السرائر فيه بعد أن كانت مستورة في الدنيا. كل إنسان منا يستر ما بداخله، لا يراه أحد، أما الله عز وجل فيراه ويطلع عليه، وسيكشفه للخلق جميعا يوم القيامة، فيكون عارا وشنارا وفضيحة على المرائين، والعياذ بالله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقوم في الدنيا مقام رياء وسمعة إلا سمع الله به يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فضيحة مجلجلة يراها الأولون والآخرون من بني آدم ومن غيرهم، من الملائكة ومن الجن، كل الخلق يرون هذا عيانا يوم القيامة، يوم تبلى السرائر بعد أن كانت مستورة مخفية في الدنيا. وهذا أيضا يكون في عاجل أمر المرائي في الدنيا في العاقبة، وإنما الأمور بعواقبها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع الناس بعمله سمع الله عز وجل به سامع خلقه وحقره وصغره، والعياذ بالله. هذا المرائي إنما أراد بريائه المنزلة في قلوب الناس، أراد محبتهم له، أراد تعظيمهم له، فيعامل في الدنيا فضلا عن الآخرة بنقيض قصده، فيظهر الله عز وجل للناس من ذنوبه وعيوبه ما يبغضونه عليه وتزدريه أعينهم فيحتقرونه ولو في قلوبهم، والعياذ بالله. سمع الله به سامع خلقه وحقره وصغره، والعياذ بالله. هذه الفضيحة سواء في الدنيا أو بالآخرة حيز، وما ينتظر المرائي يوم القيامة حيز آخر أشد وأشق، أشر وأضر، والعياذ بالله. يكفيه أن الله عز وجل يسخط عليه ويتبرأ من عمله ويحبطه ويبطل ثوابه، والعياذ بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين في يوم لا ريب فيه نادى مناد: ألا من أشرك أحدا في عمل عمله لله
فلينظر ثوابه عند غير الله، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا خير شريك، فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي وأنا منه بريء. من أشرك معي شريكا فهو لشريكي وأنا منه بريء. يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم لله، فإن الله لا يقبل إلا ما أخلص له. ولا تقولوا: هذا لله وللرحم، فإنه للرحم وليس لله منه شيء. ولا تقولوا: هذا لله ولوجوهكم، فإنه لوجوهكم وليس لله منه شيء. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. لم يفرد هذه العبارة، لم يقل إلا ما ابتغي به وجهه، فإن العبد قد يبتغي وجه الله ويبتغي مع وجه الله شيئا آخر، فهذا العمل لا ثواب له عند الله وإن كان في الظاهر من أفضل الأعمال. هذا الجهاد ذروة سنام الإسلام. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، الرجل يغزو يبتغي الأجر والذكر. الأجر حسبة ابتغاء وجه الله، والذكر أي السمعة في الناس، أن يقال جريء، أن يقال شجاع، أن يقال مقدام. الرجل يبتغي الأجر والذكر، شرك في نيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. صدمت هذه الإجابة السامعين من الصحابة، فأعادوا السؤال مرة فكان الجواب نفسه، فأعادوه ثالثا فكان الجواب نفسه: لا شيء له. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. يفرض وجه الله عز وجل بالطلب، وأما التشريك فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الخلائق يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد، فيؤتى به فيعرفه نعمه عليه فيعرفها، فيقول: ماذا عملت فيما آتيتك؟ فيقول: يا رب، جاهدت فيك حتى استشهدت. فيقول الله عز وجل: كذبت، بل جاهدت ليقال جريء وقد قيل. فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار والعياذ بالله. ثم يؤتى برجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن وأقرأه، فيعرفه نعمه عليه فيعرفها، فيقول له: ماذا عملت فيما آتيتك؟ فيقول: يا رب، تعلمت العلم فيك. هذا هو الكذب، تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن وأقرأته. فيقول: كذبت، بل قرأت ليقال قارئ وتعلمت ليقال عالم وقد قيل. فيؤمر به فيسحب به على وجهه إلى النار والعياذ بالله. ثم يؤتى برجل وسع الله عز وجل عليه وآتاه من أصناف المال كله، فيعرفه نعمه عليه فيعرفها، فيقول: ماذا عملت فيما آتيتك؟ فيقول: يا رب، ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه لوجهك إلا أنفقت. فيقول: كذبت، بل أنفقت ليقال جواد وقد قيل. فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار والعياذ بالله. زاد الترمذي في روايته: فهؤلاء الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. أول من تسعر بهم النار يوم القيامة مجاهد وعالم معلم ومنفق متصدق. لماذا؟ لا لشيء، إلا لأنهم أرادوا الله وأرادوا مع الله غير الله، شركوا في النية فأحبط العمل وضاع الثواب في يوم
لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. هذه العبادات الثلاثة، الجهاد والتعلم والتعليم والإنفاق في سبيل الله، من أجل العبادات، فكيف تصل بصاحبها إلى النار والعياذ بالله؟ إنها النية وخطورتها وأثرها، لا بد لكل عاقل أن يرعى نيته، يسأل نفسه: ماذا أردت بقولك؟ ماذا أردت بعملك؟ فإن ظاهر العمل لا يغني عن صاحبه شيئا إن كان القصد والنية فاسدا والعياذ بالله. هذا المجاهد الذي استشهد في سبيل الله عذب في الآخرة في النار، هذا العالم المعلم عذب هو الآخر في النار. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار والعياذ بالله، أدخله الله النار والعياذ بالله. وقال صلى الله عليه وسلم: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا لعرض من الدنيا لم يجد رائحة الجنة أو لم يجد عرف الجنة والعياذ بالله، لن يشم رائحتها فضلا عن أن يدخلها. كل هذا نريد أن ننتبه به وننبه إخواننا إلى خطورة النوايا. القصد، القلب هو محط نظر الله عز وجل، فاعمل ما شئت، فإن لم يكن مبنيا على قلب سليم، نية خالصة لله رب العالمين، فلن ينفع لا في دنيا ولا في دين والعياذ بالله. أما العلاج، هذا الداء، فما الدواء؟ فهذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله تبارك وتعالى في الجمعة القادمة إن أحيانا الله عز وجل ويسر ذلك. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من عباده المخلصين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. واجعلنا ربنا من الهداة الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.